من العاصمة الأفغانية كابول تبدأ رحلتنا. بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، تهاوى الاقتصاد الأفغاني وتدهور الوضع الأمني، ما جعل الآلاف من الأفغان يقررون الرحيل من وطنهم مرغمين. توجهنا إلى ولاية نمروز التي تعتبر أولى المحطات التي يجب على الأفغاني الوصول إليها للدخول إلى إيران أو باكستان، لتكون الوجهة بعدها إلى اسطنبول ومنها إلى أوروبا لمسافة تمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يمضيها ما بين المشي على الأقدام وركوب السيارات خلسة. بسبب الطرق السيئة أصبحت المسافات أطول لنصل إلى نمروز على الحدود الإيرانية بعد أكثر من 20 ساعة من السفر. في هذه الساحة بوسط المدينة يسافر يومياً المئات أو الآلاف من الأفغان إلى خارج وطنهم. التقينا هناك أحد المهربين الذي تحدث إلينا عن وضع الحدود وطرق التهريب فيها. هنا موقف السيارات، تأتي السيارات من هلمند وقندهار، ومن هنا يركب اللاجئون سيارات صغيرة ويدفعون 20 أفغانياً حتى السوق، ومن هناك يسافرون إلى الحدود الإيرانية حيث يتم توصيلهم إلى قبل الحدود الإيرانية ب2 كيلومتر. كل يوم يغادر نحو 10,000 أفغاني. حرس الحدود الإيراني يقومون بالقبض على النصف تقريباً، أي نحو 5,000، ويرجعونهم إلى أفغانستان. الأغلبية من المسافرين ليس لديهم المال، هم يأخذون من بيوتهم فقط 5,000 أفغاني، والباقي يقومون باستدانته من أقاربهم في أفغانستان أو في إيران عندما يصلون هناك. كان علينا الاقتراب أكثر من الحدود الإيرانية، لذلك التقينا المسؤول عن الحرس الحدودي مع الحدود الإيرانية. كل يوم يغادر الكثير تقريباً من 500 إلى 600 شخص يحاولون العبور من نساء ورجال، ونحن نقبض عليهم بسهولة ونرجعهم ولا نسمح لهم. نحن نقبض عليهم في الليل، نخرج في الليل ونقبض على ما يقارب 300 إلى 400 مسافر ونرجعهم إلى عاصمة الولاية نمروز. نحن نتعامل معهم بشكل جيد. وهذا ما أكده لنا رئيس الحرس الحدودي الأفغاني لهذه المنطقة، أن هناك العشرات من الأفغان الذين يدفعون حياتهم ثمناً لمحاولتهم الدخول إلى إيران. ما بين 400 و500 شخص من نساء ورجال وشيوخ يحاولون العبور كل يوم في الليل، ونحن نقوم بالتجوال في الليل ونقبض على الكثير منهم ونرجعهم إلى نمروز، والحرس الإيراني يقبض على الكثير ويرجعهم. نحن نتعامل معهم بشكل جيد. هناك كما ترى حيث المباني والأسلاك الشائكة هي الأراضي الإيرانية. نحن لا نسمح لهم بالتهريب، لا نسمح لهم بتهريب الناس أو البضائع. حرس الحدود الإيراني عندما يرون المهربين يقبضون عليهم، هم يقومون بذلك في أراضيهم فقط. نحن لا نسمح للمهربين، ليس لدينا أوامر بالقبض عليهم، أما الإيرانيون فلديهم أوامر بالقبض، لذلك يقومون بالقبض عليهم. لا تراعي إيران حقوق اللاجئين على أراضيها، حيث تعيد كل من يدخل إليها عن طريق التهريب مرة أخرى إلى بلده، ضاربة عرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة بالنسبة للاجئين، سيما أن هناك الآلاف من الأفغان
الذين لا يملكون جواز سفر ويضطرون إلى الهروب من طالبان بسبب عملهم السابق ضمن قوات الشرطة أو الجيش. المشكلات كثيرة جدا، الدمار والفقر. الحرس الإيراني قبض علينا وبقينا لديهم 3 أيام، لم نستطع الفرار منهم. عندما تم القبض علينا لم يعطونا إلا القليل من الطعام، كيلوين من الأرز وقطعتي خبز لعشرة أشخاص. نحن نحاول الذهاب بجوازات السفر لكن ليس لها فائدة. الإيرانيون يريدون السماح بعبور من 5 إلى 10 أشخاص فقط من حاملي جوازات السفر. أما حكومة طالبان فتريد أن يعبر من 2000 إلى 3000، وأصبح هناك خلاف بين الحكومتين، لذلك اضطررت إلى الرجوع. هذه صور حصرية حصل عليها فريق مهمة خاصة تلخص رحلة اللاجئين بعد عبورهم الحائط الجداري إلى الداخل الإيراني، تظهر كيف يتم جمعهم في منازل إلى حين إخراجهم مخبئين بداخل السيارات للوصول إلى الحدود التركية. منذ 10 أيام سافرت من بيتي في زابل إلى بام في إيران. منذ 6 أيام قام حرس الحدود الإيراني بالقبض علينا. تم القبض علينا بالقرب من بام. قضينا لديهم ليلة بالقرب من بام و3 ليال في زيدان. وهذه الليلة نحن في نمروز. الحرس الإيراني تعامل معنا بطريقة سيئة جدا. كل الأقسام الأمنية يتعاملون مع اللاجئين بطريقة سيئة ويأخذون كل شيء من حقيبتنا ولا يتعاملون معنا بطريقة قانونية أو إسلامية. مثلا كان معي هاتفي في حقيبتي، قام الشرطي بأخذه ورميه بعيدا، وعندما أردت أن ألتقطه قام بالتعامل معي بطريقة قاسية جدا. كان لدي في الحقيبة خاتمي وقشاط البنطال فأخذوهما مني، وأكثر من ذلك أخذوا مني 300,000 طومان فقط من بام إلى زيدان، مع أن المسافة لا تتجاوز الساعتين. اتجهنا إلى الحدود الباكستانية وبالتحديد إلى دوستي بروازة الذي يعتبر من المعابر الرئيسية لعبور الأفغان إلى باكستان وإحدى أهم نقاط التبادل التجاري بين البلدين. هنا كان المشهد مختلفاً، حيث تجد الآلاف من الأفغان يعبرون يومياً متجهين إلى باكستان، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في إجبارية إظهار جواز سفر أفغاني وأيضاً بطاقة عبور خاصة، لذلك لا يستطيع الأفغان المطلوبون من طالبان العبور من هذه النقطة. كان هناك خبر أن المعبر عند واويش مفتوح، لكن للأسف عندما أتيت وجدت أنهم يرجعون الناس وكل المسافرين، وهناك الكثير من المشكلات. لقد سمعنا أن الأشخاص الذين لديهم هويات من مناطق قندهار في أفغانستان ومن شمان في باكستان يسمح لهم بالعبور، لكن للأسف كان ذلك كله كذبا، وأنا أنتظر هنا منذ 6 أيام ولدي نساء ومرضى. أنا من ولاية قندهار من مدينة سبوداك، وقد حاولت كثيرا العبور وأبرزت لهم هويتي، لكنهم دائما كانوا يرجعونني. أنا أجلس هنا ساعة أو ساعتين كل مرة،
ثم أعود وأحاول مرة أخرى، لكنهم يرجعونني دائما، ولدينا مشكلات ومرضى. بالرغم من أن الآلاف يتوجهون إلى باكستان، ما زال هناك العديد من الأفغان الذين لا يستطيعون الوصول عبر البوابة إلى هناك. أنا أريد الذهاب إلى باكستان، والمشكلة أنه كانت هناك أخبار بأنهم سوف يسمحون للأشخاص حاملي الهوية من قندهار بالمرور، لكن أنا نسيت هويتي في البيت ولدي بطاقة تعريف أخرى لكنهم لم يقبلوها. الحراس كلهم يتعاملون طبق القانون ونحن نعمل الأخطاء. عندما نحاول الحصول على فيزا إلى باكستان يبقى جواز السفر لدى السفارة من 20 إلى 30 يوما ثم يعود أبيض بلا تأشيرة. ليست هذه البوابة وحدها نقطة لمرور اللاجئين، فهناك الآلاف من الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية أو مطلوبين من طالبان، يضطرون إلى الهروب من أفغانستان عن طريق مهربين منظمين، وذلك عبر أراضٍ صحراوية. كانت الحياة جيدة في زمن النظام السابق، وليس لدي مشكلة مع حكومة طالبان الجديدة، لكن الوضع الاقتصادي والمشكلات الكثيرة اضطرت الناس إلى أن تبيع أطفالها لتطعم الباقي أو تعالجهم. هذا ليس فيلما للخيال العلمي، وإنما هم أفغان يظهرون وقد غيرت رمال الصحراء ملامحهم، وهذه مشاهد حصرية لنقطة العبور إلى باكستان عن طريق مهربين يحتكرون هذا الطريق لأنفسهم. هنالك حيث الأضواء في الآخر توجد الأراضي الباكستانية، تبعد نحو 2 كيلومتر تقريبا من هنا. هنا توجد أماكن حيث يستريح اللاجئون حتى حلول الظلام، وبعد تناول الطعام وشرب الشاي يبدأون المشي نحو الساعة الواحدة أو الثانية ليلا باتجاه باكستان، ونحن ندفعهم بعدها إلى مهربين باكستانيين. هنالك يأخذ المهربون الباكستان مواطنين ويمشون بالرمال نحو الساعة أو الساعتين، حيث تنتظرهم سيارات وتأخذهم. لا تستطيع المشي معهم في الرمال لأنك شخص مجهول، والميليشيات الباكستانية والحرس سوف يقبضون عليك لأن لديك أجهزة ومعدات، والحرس الباكستاني سوف يطلقون النار وسوف يرجعون الناس. نحن نمشي أكثر من ساعة في الرمال. لمعرفة أحوال الأفغان الواصلين إلى باكستان ذهبنا إلى قرية آت القريبة من مدينة بيشاور، والتي يقطنها الكثير من الأفغان بسبب قربها من الحدود. التقينا مع هذه العائلة التي وصلت اليوم إلى باكستان بعد أن فقد زوجته نتيجة الحرب. صار يصطحب أطفاله وحيدا للبحث عن غرفة للعيش فيها. الأوضاع سيئة جدا، لم أعد أستطيع الاستمرار هكذا، لقد أصبحت محتاجا للعمل والعيش. لدي أطفال كما ترى وزوجتي متوفاة. لقد كنت أشاهد الأوضاع وهي تتدهور يوما بعد يوم، لذلك بدأت أفكر بما يجب أن أفعل. هل علي البقاء هنا أم الرحيل؟ الآن لا أريد العودة إلى أفغانستان، بل لا أستطيع العودة إلى هناك. الأوضاع تتجه نحو الأسوأ، ولا أستطيع إيجاد عمل بسبب جروحي، لذلك لن أذهب إلى أفغانستان، لأنني إذا ذهبت إلى هناك لن أستطيع الاستمرار في الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية والحكومة هناك. السلام عليكم.
لقد واجهنا صعوبات كثيرة للوصول إلى هنا، ولكن بالنسبة لي فقد واجهت صعوبات نفسية وجسدية أيضا. كنت موظفا حكوميا فيما مضى، وكنت أعيش حياة كريمة، ولكننا الآن لا نشعر بأننا نعيش مثل البشر. حياتي تغيرت، واضطررت إلى السفر خوفا على أولادي، لأنني كنت أعيش في خوف كل يوم بسبب عملي السابق كموظف حكومي. كنت أفكر في عائلتي وأخاف عليهم كثيراً. لقد مرضت عائلتي بسبب عدم توفر الدواء. لا أملك المال لشراء الدواء أو زيارة طبيب. تقوم المكاتب العقارية بعمل الحكومة الباكستانية، حيث يتعين عليها تسجيل المعلومات كافة عن اللاجئين قبل تأجيرهم غرفة للسكن فيها. كانت لدي مشكلات سابقة مع طالبان، لذلك خرجت، ولكن علينا التحمل دائما. زاد الجرح الذي أصيب به نتيجة رصاصات تسببت في مقتل زوجته في أفغانستان لإصراره على البحث عن مكان آمن. بعد أن أصبت بسبب المعارك هناك، أجريت 4 عمليات في يدي، وحتى الآن ما زالت يدي تؤلمني. لا أستطيع رفعها أو العمل بها كثيراً. توجد شظايا بداخل العظام، لذلك عظامي تؤلمني دائماً، ولا أستطيع الحركة كثيراً. إنني أحاول تدبر أمري مع أولادي، أحاول رعايتهم بعدما فقدت أمهم حياتها أثناء المعارك هناك. أنا محتاج إلى الرعاية أيضاً. ربما هذا المنزل المهترئ هو بداية حياة جديدة له، ومحاولة لنفض غبار الماضي قد تجعل من كل تلك السنوات ذكرى لن يستطيع الأفغاني نسيانها بسهولة. تختلف الأسباب والهدف واحد، مغادرة أفغانستان. أوضاع مزرية جعلت الأفغان يهربون من بلدهم، تاركين وراءهم تاريخاً بات يشكل عبئاً ثقيلاً. من بين هؤلاء كان عبد الله الذي قرر مغادرة أفغانستان بسبب فقدانه وظيفته بعد أن كان موظفاً حكومياً في الحكومة السابقة. كانت الحياة قبل سقوط النظام جيدة، والآن صارت سيئة. تغيرت الحياة كلها ولا يوجد عمل. أنا مجبر على الذهاب إلى إيران. نحن نذهب في هذه السيارة إلى كابل، ثم إلى نمروز، ثم إلى إيران عن طريق التهريب. تبدأ رحلة الأفغاني من كابل عند مكاتب السفر التي باتت تعج بالأفغان الذين يسعون إلى الهروب من وطنهم. أنا لا أستطيع أن أذهب بطرق أخرى، بطرق نظامية، لذلك أضطر إلى الذهاب بطرق التهريب. عندما نحاول التقدم بطلب فيزا إلى إيران، يأخذ مسيرو الأوراق هناك منا المال، ومع ذلك لا نحصل على الفيزا. لقد حاولت عدة مرات التقدم بطلب فيزا، لكن إيران لا تعطينا فيزا، ومسيرو الأوراق يأخذون منا من 40 إلى 45 أفغانيا. أنا أريد من حكومة طالبان أن يتواصلوا مع السفارة الإيرانية حتى يحلوا مشكلات الناس، لأن هؤلاء قد دمروا الناس في الطرق الخطرة. بقليل من الخبز اليابس والمكسرات يستعد هذا التاجر لمغادرة بلاده، حيث لا أمل في رأيه في تقدم أفغانستان نحو الأفضل.
قبل سقوط النظام كانت الحياة جيدة والآن الوضع سيء ونحن مجبورون على أن نجد لقمة العيش لأطفالنا. تغيرت الحياة كثيرا، سابقا كنا نشتري الطحين ب2000 والآن ب3000، بعض الخضروات كانت ب200 والآن ب300 أو 400، كل شيء ارتفع سعره، نحن لا نستطيع العيش هنا. توجهنا إلى معاون وزير الهجرة الأفغاني الذي كان له رأي آخر حول أسباب سفر الأفغان إلى خارج أفغانستان. لقد اجتمعنا هنا في وزارة الهجرة ب65 مؤسسة ولجنة وقلنا لهم ساعدوا الناس، ساعدوا هؤلاء الناس على إيجاد فرص عمل حتى لا يغادروا وطنهم إلى بلاد أخرى ولا تكون هناك خسارتان، فهم يتركون وطنهم ويصبحون محتاجين أو متسولين في بلاد أخرى. لقد قلنا لهم ساعدوا بحفر الأبار وعمل المشروعات واعطوهم أجراً على أعمالهم، إن القليل من الطحين أو القمح لا يفعل شيئاً، لكن عندما توجد فرصة عمل لن يخرجوا ويتركوا بلادهم. لكن الطريق إلى هناك وعبر كل المنافذ معبدة بالصعاب، وقد يلقى الأفغاني أجله قبل تحقيق حلم الخروج من بلاده.